الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على سيدنا محمد الأمين. أما بعد، توفيت آمنة ورسول الله صلى الله عليه وسلم ابن 6 سنوات، فأخذه جده عبد المطلب وضمه إليه، ثم أوصى عمه أبا طالب بحفظه، فجعله أبو طالب في بيته، وكان يحبه ويقدمه على أولاده. فلما بلغ رسول الله صلى الله عليه وسلم 12 سنة، ارتحل به أبو طالب تاجرا نحو الشام، فرآه شخص يقال له بحيرة الراهب، فقام إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم واحتضنه وأقبل به حتى أجلسه على الطعام، ثم جعل ينظر بين عينيه، ثم كشف عن ظهره، فرأى خاتم النبوة بين كتفيه، ثم قال لأبي طالب: إن لابن أخيك هذا شأنا عظيما، ارجع به إلى بلده واحذر عليه اليهود. فلما فرغوا من تجارتهم خرج به سريعا ورجع به، فما خرج به سفرا بعد ذلك خوفا عليه. ثم بعد زمن عرض عليه عمه أن يعمل بالتجارة مع خديجة بنت خويلد فقبل، وخرج مع غلامها ميسرة في قافلة بضائع إلى أوائل بلاد الشام من ناحية الحجاز. وكان ميسرة إذا اشتد الحر يرى ملكين يظلان رسول الله صلى الله عليه وسلم من الشمس. فلما رجع إلى السيدة خديجة حكى لها ما رأى. ثم بعد ذلك تزوج رسول الله صلى الله عليه وسلم من خديجة رضي الله عنها وهو ابن 25 سنة. ثم لما بلغ رسول الله صلى الله عليه وسلم 35 سنة، كان بنيان الكعبة قد صار ضعيفا، فجددت قريش بناءها. فلما وصلوا إلى موضع الحجر الأسود اختلفوا من يضع الحجر، فاتفقوا على أن يحكم بينهم أول داخل يدخل. فدخل سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم فاستبشروا وقالوا: هذا الأمين قد رضينا حكمه. فبسط ثوبه صلى الله عليه وسلم ووضع الحجر فيه وقال: ليأخذ رئيس كل قبيلة بناحية من نواحيه، وارفعوه جميعا. ثم أخذ الحجر بيده صلى الله عليه وسلم فوضعه في مكانه. وهكذا نصل إلى نهاية حلقتنا هذه، لنحدثكم في الحلقة القادمة من سلسلة قصص الأنبياء عن نزول الوحي عليه صلى الله عليه وسلم، فتابعونا وأكثروا من الصلاة عليه، وإلى اللقاء.